أكد سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ضرورة تعزيز مبادئ التضامن والشراكة والمنفعة المتبادلة بين عالمنا العربي وأفريقيا وبين منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال منتدى الحوار البرلماني مع مجلس الشيوخ في منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي الذي تنظمه رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي والمقام في المملكة المغربية. وأشار العسومي خلال كلمته على ضرورة التصدي لتلك التحديات الجسيمة التي تحتم علينا السعي الدؤوب إلى تطوير وتعزيز آليات التعاون البرلماني العربي الإفريقي اللاتيني على كافة المستويات، سعيا إلى تحقيق دور ملموس في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا على مبادرة البرلمان العربي التي قدمها إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن إنشاء آلية تنسيق دائمة بين رؤساء البرلمانات الإقليمية، وذلك لتنسيق المواقف والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تجاه القضايا التي تحتاج إلى حوار مستمر. كما نؤكد على مبادرات البرلمان العربي التي تبنتها القمة العالمية الأولى البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب التي عقدت في فيينا في شهر سبتمبر الماضي بشأن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك تحت مسمى نداء الساحل، والتي يقودها البرلمان العربي بالشراكة من الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان البحر الأبيض المتوسط واللجنة البرلمانية الدولية الدول الساحل الخمس. ويقوم هذا النداء على فكرة أساسية مفادها ضرورة أن تكون هناك مغاربة شاملة لمعالجة الأسباب الحقيقية لتنامي خطر الإرهاب في هذه المنطقة الحيوية، بحيث لا تقتصر على المعالجة الأمنية فقط، وإنما تشمل الأبعاد الفكرية والتنموية والتعليمية، لكي لا يوفر الجهل والفقر بيئة خصبة تستغلها التنظيمات الإرهابية لتجنيد واستقطاب المزيد من الشباب.